متابعينا الكرام، أصدقاء وكالة رم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص الذي نتحدث فيه بعد مرور شهر ويومان على يوم 7 أكتوبر، هذا اليوم الخالد، يوم العبور الكبير للمقاومة الفلسطينية التي أعاد إحياء القضية الفلسطينية في العالم أجمع. بعد شهر كامل من يعني العدوان الغاشم والجرائم التي سطرتها ماكينة القتل الصهيونية بحق أهالينا في قطاع غزة والضفة الغربية، نتحدث اليوم عن تداعيات المشهد الذي يدور في المنطقة بشكل عام والموقف الأردني بشكل خاص. نستضيف اليوم السيد صخر أبو عنزي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الشاهد الصحفية، والشخص صاحب يعني يمكن النظرة دائما المختلفة في جميع القطاعات وجميع يعني سواء السياسية والاجتماعية والرياضية. نستضيف اليوم للحديث أكثر عن ما بعد 7 أكتوبر، وكما يقال دائما ما قبل 7 أكتوبر ليس كما بعده. أستاذ صخر أبو عنزي، أهلا وسهلا فيك. يعني اليوم يمر شهر كامل على 7 أكتوبر، كيف ترى المشهد وكيف ترى تأثير المشهد على الأردن بشكل خاص؟ يعني الجميع يعلم الارتباط، يعني الارتباط الكبير ما بين الأردن وفلسطين. دائما القضية الفلسطينية هي بالنسبة للأردن قضية شأن داخلي. اليوم كيف ترى يعني الحالة بشكل عام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء الرحمة لشهدائنا في فلسطين وغزة على وجه التحديد، والآن أصبحت غزة والضفة التعامل اليهود معهم بنفس الطريقة ونفس الآلية، لكن القسوة كانت على إخواننا في غزة. الأكثر منطقة تأثرت أو أكثر بلد يتأثر في أحداث فلسطين هو الأردن. العلاقة التاريخية، حب الأردن لفلسطين والعكس صحيح. الموقف الأردني موقف تزامن، والتوقيت كان الموقف الأردني والموقف الشعبي والموقف الرسمي موقف واحد موحد تجاه قضية تعني الجميع. القضية تعني الجميع من حيث أكثر من بعد. أول بعد مهم هو الهاشميين والوصاية على المقدسات. أضف الهاشميين والأردنيين بكافة الأصول والمنابت ومع الشعب الفلسطيني، وهذه ما في اثنين يختلفوا عليها. حقيقة إحنا 32 يوم نفس الشيء اللي صاير في غزة وفلسطين، اللهم بدون قصف. إحنا من الحالة النفسية الإرباك، الارتباك، الآلام، يعني اللي صار في الأردن صار لأول مرة في تاريخ الأردن نمر في هيك منعطف خطير جدا، من الشهداء، من الأطفال، من النساء. يعني بالتالي شفنا موقف الملك، موقف متقدم ومشرف. جميل. موقف كبير، السقف عالي ومرتفع. اللقاءات في الأردن واللقاءات اللي خارج الأردن، علما يعني هلا احنا نحكي بصراحة، تعودنا على الملك الوحيد من أكثر الزعماء ومن أوائل الزعماء العرب الذي يتحدثون دائما عن القضية الفلسطينية في كافة المحافل، مش بس بوقت الحرب، بكل الأوقات. حديث الملك كان على CNN، وهو كان حديث مهم لأنه العالم كله الآن يطلع لما يدور في فلسطين وغزة وجه التحديد. لا يمكن أستاذ صخر، لا يمكن خلينا نحكي التشكيك بالموقف الأردني نهائيا. دائما المميز في هذا الموقف في الوقت الحالي، وخاصة يعني دور جلالة الملك، التدحرج والتصاعدية في التصريحات، يعني كانت بداية تنديد بالعدوان، التحذير من التهجير،
أصبح إعلان حرب. بالأمس رفض وزير الخارجية وهو يمثل الموقف الأردني، رفض الحديث عن سيناريو ما بعد الحرب ومن سيقود غزة وإلى آخره مما يتم الترويج له في الدعاية خلينا نحكي الغربية. كيف ترى هذا الموقف؟ أنا بعتقد الموقف الرسمي والموقف الشعبي في الأردن موقف متقدم. بتشوف على المستوى الشعبي الأحزاب كافة، الأعلام التي ترفع، الهتافات التي ترفع، الشعب الأردني موحد مع قيادته. لكن أنا بدي أحكي شغلة كثير مهمة، الناس خايفة من التهجير ومن حق المهاجر ونخاف، لكن الفلسطينيين لن يقبلوا بالتهجير، يقبلوا بالموت ولا يقبلوا بالتهجير. الفلسطيني وأهل غزة متمسكين في الأرض، متمسكين في بلدهم، متمسكين في مقاومتهم، ناس يعني شيء برفع الرأس. فأنا بعتقد المخطط اليهودي، المخطط الإسرائيلي، نعم، في التهجير لن يتم. الآن في وعي عند الإخوان الفلسطينيين في الداخل تحديدا في غزة، لن يتركوا بلدهم، بيموت في بيته، بيحط اسم الطفل اسمه على ايده حتى يعرفوا وين يدفنوه فقط لا غير. هذا الشعب شعب ما بقدر عليه لا الإسرائيليين ولا غيرهم. يعني مصطلح النكبة الجديدة يعني لا يمكن أن تتم. أولا الأردن موقفه واضح تماما، موقف وطني وقومي وعروبي وتاريخي، لا يمكن. وهم كمان ساعدونا أنهم شعب ما بقبل أن يترك وطنه وأرضه. طيب الماكنة اللي دائما متعودين عليها، الماكنة الصهيونية اشتغلت خاصة بعد تصريحات جلالة الملكة، تصريحات قوية، تصريحات كانت يعني وضعت الكثير من النقاط على الحروف. أيضا يعني جولة جلالة الملكة الأوروبية حاربت الدعاية الصهيونية، الدعاية الغربية اللي حاولت تشويه دور المقاومة، حاولت تشويه يعني حق الفلسطينيين في الدفاع عن نفسهم أو في الدفاع عن أرضهم أو في التحرر أيضا. كيف تبعت تصريحات جلالة الملكة بالدرجة الأولى، وكيف اشتغل يعني الهاشميين على دحض الرواية الصهيونية؟ شوف الملكة والعائلة الهاشمية في الأردن بتحدثوا كما يتحدث الشعب الأردني، كان حديث إنسانيا، كان حديث في رسائل كثيرة لأهلنا في فلسطين، نعم، دعم صمود هذا الشعب. الملكة دائما لقاءات الداخلية والخارجية تتحدث عن الأطفال، تتحدث عن الحروب، تتحدث عن كل ما لازم ويجب أن نتحدث فيه. فأنا بعتقد أنه اليوم الملكة كان لها موقف متقدم، كما هو موقف الملك وموقف ولي العهد، موقف الأردن من العائلة الهاشمية وحتى الشعب الأردني كله مع أهلنا في فلسطين. رغم هيك كان في تشكيك، كان في رواية تشكيك، في رواية بتهاجم الأردن، في رواية بتهاجم الموقف الأردني، في رواية بتهاجم جلالة الملك، جلالة الملكة. يعني شفنا هذه الماكينة تشتغل تحديدا في هذه الظروف. يعني الأردن أول من كسر الحصار في طائرة المساعدات، الأردن أول من سحب السفير وسجل موقف، الأردن أول من وقف إلى جانب الإخوة في غزة، لكن في آلة تشكيك. هذا الشيء مبرمج، وأنت يعني دائما على علم بالكواليس وبالخفاء. أنا بعتقد الموقف اللي اتخذه الملك والأردن موقف من حق الناس، أنها بعض الناس اللي مش في الأردن طبعا أن بلشوا في مكان التشكيك. الموقف الوطني والقومي والعروبي اتجاه فلسطين موقف كبير، ولا يسمح لا بالتشكيك ولا بأي لحظة من اللحظات، لأنه السبب واضح. وأنا في فلسطين عارفين موقف الملك والأردن. موضوع الطائرة موضوع كان يعني تم بطريقة فيها حرفية تامة،
وأنا بعتقد أنه يعني هذا حب الملك وحب الأردنيين لأهل غزة ولأهل فلسطين. يعني حتى بين ثقل وتأثير جلالة الملك. يا سلام. على طبعاً طبعاً هذا إنجاز يسجل للملك والأردن ونشام القوات المسلحة وسلاح الجو، هذا شيء غير عادي لم يتم إلا من الأردن. طيب ننتقل لمحور آخر. منذ بدأت العمليات البرية تحديدا في قطاع غزة، يعني كل يوم نستنى الملثم يطلع يبشرنا، ويعني الأرقام وما يحدث من بطولات على الأرض يعني يشهد لها الجميع، وبالفعل كما قال أبو عبيدة بالأمس هي مفخرة لكل عربي وكل مسلم. كيف شفت أداء المقاومة على الأرض؟ شوف، أنا برأيي المقاومة، خلينا نحكي بصراحة، المقاومة مع حب وتقديري أضافت إضافة مهمة، أعادت محور القضية الفلسطينية على الطاولة أمام العالم. جميل. والإحباط اللي انتاب المقاومة سابقا من حقهم مش 7 أكتوبر لسه في كان حدث غير عادي. المقاومة شافت الأقصى والقدس تهان، أبناء الضفة القتل بشكل يومي ومبرمج، بن غفير، الحكومة كانت مش اليهود والإسرائيليين على وجه التحديد مش شايفين ناس قدامهم في العالم، وأركنوا إنه في تطبيع في المنطقة، فحسوا اليهود في راحة واسترخاء، وهذا غير مقبول. أنا بس بدي أضيف إضافة إنه غير إنه القضية الفلسطينية أعدناها للواجهة على مستوى العالم، لا، في إشي أهم، حتى الأوروبيين خايفين، يعني هذا الدعم اللي بتشوفه لليهود ولإسرائيل، نعم، هذول الناس اللي أجوا من أوروبا وراحوا لإسرائيل الآن بسهولة يرجعوا لأنه مش بلدهم، من إسرائيل ويرجعوا لأوروبا، بدهم يثبتون في إسرائيل، ما يردوا العودة مرة صحيح. أخرى صحيح. هذا استفدنا منه من المقاومة، هذا واحد. اثنين، في فائدة ثانية، وهي الآن لا يمكن أي ناس من يهود أوروبا ويهود العالم يروحوا لفلسطين. فلسطين هاي مش إسرائيل، لأنه حجم الدمار اللي بتشوفه شيء اللي عند المقاومة على رأي أبو عبيدة في شيء ما حدا انتبه له في هذا الحرب. المسافة صفر. جميل. إحنا المسافة صفر، كنا نعتقد دائما نتعامل مع المسافات بالكيلوات، 100 متر، 200 متر. المسافة صفر هو مصطلح جديد يجب أن نعتز فيه وله ترجمة. المسافة صفر تعني إنه من بيكون أمامه الإسرائيلي وبقتله أمامه، تدل على الشجاعة، تدل على الحروب زمان الخيل والسيف والمواجهة. الإسرائيلي بيطلع بطيارة بقتل، بعرف مين بقتل. المقاومة بعرف مين بقتل، لأنه بقتل عن مسافة صفر، يعني أمامه وجه لوجه. هذول الناس أبطال، هذول الأبطال يجب على كل العرب أن يعتزوا بهؤلاء الناس، لأنهم بيدافعوا عن أرضهم وعن وطنهم. واللي بيلاحظ على التصريحات بالنسبة للأميركان ونتنياهو في تراجع منسوب عالي. الآن القصف اللي في غزة ما بحكي عن حرب برية، القصف اللي في غزة كله من الجو، هذا كله بالليزر، كله بالطيران مبرمج، الطيار ما بيعرف. أما أبو المسافة صفر هذا الخطير، هذا اللي بيخوف، هذا اللي دائما بتهم المقاومة. المقاومة دافعت عن العروبة، دافعت عن أوطان. جميل. كل الناس بدافعوا عن وطنهم وعن بلدهم. جميل. سبقتني في الحديث عن الموقف الأمريكي، يعني دائما على المستوى الرسمي أمريكا حليف قوي للأردن،
لكن يعني يمكن الموقف الأمريكي لم يكن في الطموح، أو لم يكن كما يعني الكثير كان متأمل أنه يكون موقف مندد بالحرب، مندد بالقتل، مندد بجرائم الحرب، ولكن يعني موقف صراحة كان صادم للجميع، ودعم الحرب ودعم آلة القتل الصهيوني سواء بجسور الجسور الجوية، في دعم الأسلحة معنويا، بحشد الموقف في الأمم المتحدة ومجلس الأمن. يعني لماذا كان الموقف الأمريكي بهذه الصورة، ولماذا اختلف يعني، وكيف اختلف من بداية الحرب حتى اللحظة؟ هو المواقف الأمريكية التاريخية مع حلفائها وغير حلفائها بنفس الطريقة. الحليف الحقيقي للأمريكان هم إسرائيل. أما خلينا نحكي بصراحة، تربطنا كبلد رسمي علاقات مع الأمريكان، لكن خلينا نكون واضحين، كلام الملك مع بايدن بسقف عالي. جميل. واللي بدنا إياه بالأردن أوصلنا. يعني إحنا الأجهزة الأمنية تحملت الكثير، إحنا الاعتصامات اللي بشكل يومي أمام السفارة الأمريكية والسفارة الإسرائيلية والمنظمات والهيئات الدولية شيء كبير وشيء عظيم. إحنا نحكى مع الأمريكان، الملك حكى بالطريقة التي يسمعها كل أردني وكل عربي وكل مؤمن في القضية، كلام في شجاعة، في موقف، فيش داعي للتأويل والتفسير، كلام واضح يعرف كل أردني وكل عربي ماذا قصد الملك مع بايدن مع وزير الخارجية. وشفنا في المؤتمر الأخير كيف وزير خارجية الأردن، وزير خارجية الأردن هذا موقف رسمي أكيد. موقف يعرف الملك تماما، وزير الخارجية يعرف الملك تماما شو بده. نحكى مع وزير الخارجية الأمريكي ونحكى مع اليهود ونحكى، وانت عارف تماما الآن الأمور مش سهلة، لكن احنا بلدنا ثابت، بلدنا صامد، في 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 ملك، في بلد، في أجهزة، حتى في كان تناغم في شارع، في تناغم بين الشارع وبين الأجهزة. وبعدين حتى اللي بتسمعوا الناس اللي بتحدثوا، هذا البلد في شعب رديف للجيش ورديف للدولة، فبالتالي ما في قلق احنا كأردنيين يكون عندنا اتجاه بلدنا اي قلق رغم الأزمة كبيرة. احنا هذه بلد بقودها شجعان، فيها شعب شجاع، وهذا التاريخ يعرفه تماما. احنا حدودنا كلها ملتهبة، ما بدك على طريقة المسؤولين الأردنيين، احنا حامين بلدنا بقوتنا بشجاعتنا، الإقليم كله مضطرب. احنا نعرف لأنه تعودنا بالأردن ما نتهم الناس، ما نسيء للناس، ما نعتدي على الناس، أما حدودنا كلها ملتهبة. وهنا تقصد، وأنا أعرف أنك تقصد الحدود الشرقية، حدود العراق الشرقية والغربية والجنوبية، يمكن خلينا نحكي الحدود الشمالية مضبوطة، وهذا خلينا نحكي الشيء اليومي الروتيني صار على الحدود الشمالية في سوريا، الحدود الغربية دائما أيضا، لكن الجديد الحد الشرقي، حدنا مع العراق. يعني هنالك يعني في خوف، في قلق ما من هذا قلق. الاتجاه، اسمع خلينا نحكي بصراحة، يعني منع دخول البترول قبل فترة. شوف احنا نعي تماما، احنا علاقاتنا مع دول الجوار علاقات طيبة، علاقات على مستوى الملك، على مستوى الدولة، على مستوى الشارع، علاقاتنا مع العراق وغير العراق علاقات ممتازة، لكن احنا لا نسمح بأي اعتداء على بلدنا. الشارع عندنا، الشعب الأردني شعب واعي مثقف يعرف أن يحمي بلده، وفي قوة البلد من قوة الملك، وقوة الملك
والبلد والشارع قوة واحدة. فما تقلق، الأمور حتكون للأحسن إن شاء الله. لكن هذا اللي بحصل لما كان يقول الملك حل الدولتين، لأنه الحلول السياسية مع الفلسطينيين أفضل من الحلول الأمنية. بالحلول الأمنية الإسرائيل قديش في تكنولوجيا وفي قوة وفي طيران وفي تحالف، الإسرائيلي بنزعج ومزعوج من المقاومة طبيعي، وإحنا منشد على إيد المقاومة، لأن هاي مش مقاومة فلسطينية، هاي مقاومة عربية ومطلوب أن تبقى. وبالمناسبة اللي ما بيعرفوا اليهود والإسرائيليين، اللي انقتل واستشهد من فلسطين أبناؤه في المقاومة بيستدوا، لو راحت حماس لا قدر الله ومستحيل سيكون في ثوار وثائرين يستدوا لكل الشهداء اللي ذهبوا ببساطة عند الإسرائيليين. طيب لماذا يعني بدأوا الترويج لنهاية حماس بالترويج لما بعد حماس في غزة؟ يعني حتى وزير الخارجية الأمريكي يعني ذهب لبحث ذلك مع السلطة الفلسطينية، وقيل أن السلطة لن تذهب على دبابة الاحتلال إلى قيادة غزة. هلا احنا بالأردن تعودنا لا نتدخل بالشأن الداخلي الفلسطيني، لكن حماس أو خلينا نقول المقاومة هي موجودة، والقوة في الداخل هو للمقاومة. كل اللي بروجوا الإسرائيليين واللي بروجوا الأمريكان وبيتحدثوا عنه أنا بعتقد تماما غير موجود للآن في المؤتمرات الصحفية من أبو عبيدة ممثل المقاومة، ونطلع من خلال طرحه أنهم يعرفوا شو بدور في غزة، مش زي ما بيقولوا متخبيين. هذا واحد. اثنين، الإسرائيليين لم يثبتوا للآن أنهم قضوا على 1% من المقاومة أو رجال المقاومة. طيب أذهب لمحور آخر، رئيس الوزراء رغم أنه كان متهم بأنه في الأحداث بعض الأحداث الكبيرة بيغيب، وكان أكثر من خلينا نحكي عدد من النواب سألوا وين رئيس الوزراء في الفترة الأخيرة، لكن خرج بتصريحات قوية بالأمس يعني في اليومين الماضيين، وقال بشكل واضح إذا تم المساس بالأقصى والقدس فعلى إسرائيل أن تنتظر كافة الخيارات من الأردن. يعني اللهجة في تصاعد، يعني ممكن نوصل لمرحلة فيها مواجهة عسكرية. أنا بعتقد الموقف اللي حكاه الرئيس، هو دولة الرئيس كمان هو بالآخر وزير دفاع، الموقف والقوة التي يستمدها الحكومة أو أدوات الدولة هي موقف الملك. هاي شجاعة، موقف رسمي ثابت واضح في الأردن. المقدسات والأهل في فلسطين عند الملك والأردنيين هو خط نار مش خط أحمر. طيب الأقصى وين من هذه الحسبة؟ يعني يمكن ما حدث في غزة، يعني حتى نسانا أوكرانيا ونسانا السودان ونسانا يعني الزلازل والفيضان اللي صار في الفترة الأخيرة، يعني يمكن هذا خطأ استراتيجي عند الصهاينة أنهم اليوم وضعوا القضية الفلسطينية أمام العالم كله، نسينا كل الأحداث اللي قاعدة بتصير. أوروبا فيها طوفانات بشرية، وأيضا في أمريكا والكثير من المتعاطفين. يمكن هذا الشيء كان خطأ استراتيجي صهيوني. اليهود وصلوا لمرحلة بعد الاعتداءات في فلسطين وعلى المقدسات وعلى النساء وعلى الأطفال وعلى حالات التطبيع اللي بيعملوها مع العالم العربي أو الإسلامي، اعتقدوا أنه انتهت القضية الفلسطينية وماتت. وهذا شيء من أهم اللي حصل في 7 أكتوبر، هو صحوة على مستوى العالم للقضية الفلسطينية ولفرض
أن تحل القضية الفلسطينية، وما بحل القضية الفلسطينية إلا الحل السياسي اللي برضو فيه إخواننا وأهلنا في فلسطين وتحديدا غزة. طيب، صور الخارجين من تحت الأنقاض بعلامة النصر، كمية الصبر، كمية يعني الرضا عند الفلسطينيين، أبو الشهيد، أم الشهيد، بتحس إنه في شيء غريب يعني. لا مش يعني شو اللي لا شو لا مش شيء غريب، هذا شعب، هذا علاقته برب العباد علاقة ممتازة. هذول ناس مؤمنين بالله، مؤمنين وهذه بلدهم ووطنهم، لا بيقبلوا بالتهجير ولا بيقبلوا بأي شيء إلا في بلدهم، حيعيشوا وموتوا في بلدهم. ليش؟ مين قال لك؟ قبل الحرب 15-16 سنة محاصرين، اللي 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 مثل يعني مدير مكتب الجزيرة في غزة، بتموت زوجته وابنه وحفيده وبطلع يبث رسالة. هذا شعب غير عادي، هذا فعلا حقيقة شعب الجبارين، هذول المحررين، وسيحرروا بجهود المخلصين من العرب ومنهم الأردنيين، سيحرروا الأقصى والأمور، مش زي مش بالتكنولوجيا وبالحرب وبالقصف، المسافة صفر، ركز عليها كويس. يعني أنت مقتنع أنه هذه بداية حرب التحرير، نهاية خلينا نحكي العقد الجديد، مثل ما قيل أنه هذه الأربعين سنة الأخيرة في 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 عمر الكيان؟ أنا بعتقد في عقلاء عند اليهود أصحاب الديانة وليس الإسرائيليين، لأنه الديانات الثلاث هي الموحدين بالله. في اكتشفنا أنه في أزمة 7 أكتوبر على اليهود، أن العقلاء في اليهود مصرين أن يتعايشوا مع الشعب الفلسطيني جنبا إلى جنب. اكتشفنا أنه صار في خلل عند اليهود، خلل كبير. اكتشفنا أنه العالم كله صار مع القضية الفلسطينية، وبالتالي اللي مع القضية الفلسطينية هو مع المقاومة. جميل. يعني هي حرب دينية؟ ما بتقدرش تسميها لهي. يعني استخدام نتنياهو للعديد من المصطلحات، أو خلينا نحكي الآيات التوراتية، يعني في هذه الحرب كان يعني إسقاط ديني؟ من خلال تشكيل الحكومة الأخيرة اللي هي قبل حكومة الحرب، تكتشف بماذا يفكر نتنياهو. هذه الحكومة ستبقى حكومة اليمين المتطرف؟ أنا بعتقد رأي العلماء في السياسة لن تبقى الحكومة، ولن ترى نتنياهو مرة أخرى. نتنياهو ليس شؤم على الفلسطينيين فقط، إنما هو شؤم على إسرائيل وعلى اليهود وعلى الشعب الإسرائيلي. كيف نستفيد من الخلافات الداخلية؟ يعني هم بيستفيدوا من خلافاتنا الداخلية، كيف نستفيد إحنا من الخلافات الداخلية في ما تقلق، الخلافات الداخلية أولا أنه شطاء من العرب وعلى رأسهم جلالة الملك حكى عن القضية الفلسطينية، حكى عن الوعي اللي بيصير في المنطقة العربية، زياراته الخارجية، لقاءاته الداخلية. أضف في إضافة ما حدا منتبه لها، المقاومة تطورت تطور مش بس في الأسلحة، القوة اللي عندهم والبعد اللي عندهم اللي بدافع عن بلده، عندهم مكنة إعلامية مرتبة، بيصوروا عملياتهم، بيصوروا كل اللي بيحكوه. وأنا لم أرى ب 32 يوم نفت القيادة الإسرائيلية أو وزارة الدفاع أو الناطق باسمهم أي عملية للمقاومة. سبقتني كنت أسألك كيف شفت التعامل الماكنة الإعلامية مع هذه الحرب، هذا السؤال قبل الأخير. يعني هم استفادوا شغلتين، الفائدة الكبرى أنه كانت محطة بحجم الجزيرة كانت لجانب، وهي دائما لجانب القضايا العربية ومنها القضية الفلسطينية، دور مهم. ساعدت إخواننا في غزة وفلسطين على مدار الساعة، نشوف أطفالهم، نشوف أهلهم، نشوف مصايبهم، ساعدت الفلسطينيين خارجيا وداخليا،
واحد. اثنين، هم عندهم مهارة غير عادية، المقاومة، حماس، عندهم مكانة إعلامية رهيبة، وأنا بعتقد أنه نجحوا في المقاومة ونجحوا في الإعلام ونجحوا في قضايا المستشفيات ونجحوا في تبرير كل شيء بيتهمون فيه اليهود. من خلينا نحكي من 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 المقاومة، يعني كان في اتهامات أنه كان 7 أكتوبر بناء على تنسيق، بناء على لا تحريض من لا إيران، من حزب الله، لا من حرام حرام حرام، كان جهد فلسطيني. لا لا، جهد فلسطيني، وأنا بعتقد وهو كلام صحيح، يعني أنا أثق أنه القيادات السياسية في حماس أعتقد لا تعلم، هذا قرار عسكري، قرار عسكري، وقراراتهم العسكرية ناس بيعرفوا يختاروا التوقيت، اختاروا يوم سبت، اختاروا أعياد، اختاروا أنه كانوا يفاوضوا اليهود على أسرى، كانوا يشوفوا اللي بصير في القدس، علما نبه السنوار وغير السنوار، نبه الاعتداء على المقدسات، الاعتداء على الشعب الفلسطيني في الضفة، فكانوا اليهود مرتاحين. وأنا بعتقد أنه النصر هو للمقاومة، لأنهم أصحاب الأرض وشعب انظلم وحوصر، وأنا بعتقد هذولا أبطال أبطال. طيب، من آخر سؤال، أين تتجه الأمور؟ كيف الحل ومتى؟ ومستقبل غزة؟ أنا بعتقد هي إحنا ما بصير نفصل ما بين غزة والضفة، هي كلها أراضي فلسطينية، وأراضي كلها عزيزة علينا، وأراضي مقدسة، وأراضي طاهرة، لأنه فيها شعب غير عادي، هذا دافع عن الأمة كاملة، لم يدافعوا عن غزة، هم دفعوا فاتورة بحساب الأمة العربية كاملة. أنا بعتقد أنه مش كل شيء بيحكوه الإسرائيليين راح يصير. إسرائيل فشلت. جميل. من وجهة نظره دمر الناس، دمر الأطفال، سوى مستنقع دم غزة، فيش مية، فيش، لكن لا يعني أنه انتصر، ما زال المقاومة أقوى من أي وقت مضى. إضافة أخيرة أو رسالة أخيرة لمن توجه؟ أنا رسالتي بقول الله يرحم الشهداء، آمين، في فلسطين وفي غزة التي دفعت فاتورة باهظة جدا، وهذا دين في رقاب كل الأمة العربية. واحد. الرسالة الثانية إنه إحنا بلدنا بدنا نحافظ عليه وبدنا ندير بالنا، بلدنا بدناش نقول زي ما بيحكوا الناس مستهدف، لا، في قيادة وفي شعب وفي بلد وفي أدوات وفي أجهزة أمنية، بلدنا قوي بكل شيء، لكن على قضية المقاطعة، اللي بده قاطع يقاطع، قاطع بطريقة حضارية، وينتبه لشغلتين كتير مهمات. كل العالم في شركات أمريكية وأوروبية وغيره وغيراته، لكن العاملين عندكم وأبناء بلد. وأنا بجد أنه لما بتروح على علامة تجارية معينة، هذه علامة تجارية، لكن لما بتحمل 3000 موظف أردني، أنا ما بدرميهم بالشارع. هذا واحد. هلأ الطريقة يفترض أن تكون حضارية وطريقة مقنعة، ونحافظ على بلدنا وممتلكاتنا، وإن شاء الله، أنا بحكيها بعد اللي صار في 7 أكتوبر القادم، زي ما الأردن تتحدث، الحل سياسي، حل الدولتين، حل بلدين، وأنا بعتقد في عقلاء عند الإسرائيليين بيفكروا بنفس الطريقة لحل هذه الأزمة. إذن في النهاية يعني اسمح لي أشكرك أستاذ صخر على كل هذا الحديث، الحديث القيم، الحديث يعني الذي تطرقنا فيه لجميع التداعيات
وجميع يعني النقاط الهامة. شكرا على كل ذلك. إذا نترحم على أرواح الشهداء، ويعني نتمنى السلامة للمقاومة بالدرجة الأولى، للاستمرار في تسطير كل تلك البطولات التي صنعت للصفر قيمة. ويعني ما نشاهده من بسالة هو مفخرة لكل عربي. فندعو الله أن يعني يشد من أزر رجالنا في ساحات القتال، ويعني نتمنى الشفاء لجميع الجرحى، وأن يلهم الله الصبر على ذلك، يعني على حرب التجويع وآلة القتل التي يعني تفتك بأهلنا بقطاع غزة. شكرا لكم متابعينا الكرام، شكرا على هذه المتابعة، وإلى اللقاء.